نستيك فام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه اشقال باش نحكيو على نتائج صبر الاراء لسوغتي ديزيورن اللي كانت اعلنت عليها سيغما كونسي البارح، ولا حتى بقيه شركات صبر الاراء كاكا والا امغاد اللي كلهم يعطيو النهضه المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه لحزب قلب تونس. اليوم كل واحد فيهم باش تكون عنده ماكسيموم الاول 47 مقعد والثاني بين 35 و 36 مقعد، دونك زعما يتحالفوا ما يتحالفوش، هذا هو السؤال اللي مطروح توا باش نعملوا حكومه جديده. لكن البارح في اذاعه شمس فهم كانوا حاضرين عياض اللومي من حزب قلب تونس وعبد السيف المكي من حركة النهضة، ونسمعوا شنية الحوار اللي دار بيناتهم حول التحالف. في ظل النتائج الحوار معهم مرفوض. مرفوض طبعا، في ظل النتائج هذه مستحيل التحالف. مستحيل حاجة تخص أنا ما عم وجهتكش الكلام. لا أسأت حتى الرأس ذاك الخادم الأساء تكلم على رئيس الحركة. إيه شو معصوم إلى الخطأ؟ مش معصوم، هو حقه احترم نفسه وما يكلمش عن الناس بطريقة ذيك. لا 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 وأسحبها من فضلك، هذه أسأت يا عبد. لا لا أسأت، لا 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 حتى أنت أسأت. أنت وقت اللي تتهم رئيس الحركة المفروض راك استقلت منها الحركة ذي اللي يسبوا في الناس. لا نعرف ناخو قراري وحدي. ما لا دبر على روحك، ما عادش تقول لي أسأت. هذا الجزء الأول. الثاني في كملوا في التراشق بالتهم حتى لين عبد اللطيف المكي يحب هكا يفيق عياض اللومي، ولدي خلي للصلح مكان، خلي راه ما تعرفش نهار آخر شنو ينجم يصير ما بيناتنا. تتهم رئيس الحركة بالفساد وهو كيتهم الناس بيصير جيب عليه الدليل، هو ما سمكمش، هو ما سمكمش وانا نسميه خاطر ما عندوش الشجاعة. سميه اذا انت تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية وحتى القانونية اللي حاب يقضيك. تفضل اي مسير انت تهم انسان حتى مش لا بالفعل. اعطينا من اين لك هذا انك تنقد الكتب نتاعو تتباع في اركان العالم الاربع بالمليارات هذيك بطيارة خاصة تترجم الى الاكليزية تجيب طيارة خاصة وتجيب مليارات اللي هي معناها مشبوهة. شوف 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 لا مفيد جدا. اسمعني نقول لك، اسمعني نقول لك ماهوش مفيد خاطر التقوى ما يشملك حتى واحد. عياض ميساج خلي يكمل يتفاعل معاك وبعد رجع ارجع له ميساج. لا هو جاري معايا كلام هذا نقاش. انا كحركة النهضة اما نقول معاك اللي كلمة مش في طريقها قلت لك اسحبها من فضلك. اذا كان كلامك كلامك انت مش طريقه هي حاجة. شوف نكملوا في امكانية التحالف. عاد ميساج يبدو يا عياض انك في حالة ماكش قاعد تحسب فيها افكارك بالكدا. انا ما في باليش فيك طبيب نفسي عبد. انا نقول لك هذه مسطره مش شيء مازلنا باش نشوفوه في المجلس اذا كان مسير التحالف. ليه قبل حتى المجلس يا بنتي مازلنا باش نشوفوه الاتهامات. هما الزوز الويلة واللي كما قال المرحوم باجي قائد السبسي وقتها قبل ما تخرج نتائج انتخابات 2014 قال خطاني متوازيين لا يلتقيان واذا التقيا فلا حول ولا قوه الا بالله. ولكن يظهر لي الاستثناء التونسي انه الخطاني متوازيين خليهم يتلاقاو بسيف. انا باش نقرا لكم شويه من لي كومونتير اللي صاروا البارح على النتائج نتاع الانتخابات. مثلا على نتائج عيش تونسي اللي كان يقولوا ما تخافوش ماناش حزب، قالوا ما تخافوش ما ربحناش الشعار الجديد لحزب عيش تونسي. يعني البرنامج اللي باش يدوخنا اليوم وين عرفناه كيفاش تدخل ب 86 نائب وتخرج بنائب وحيد في 5 سنوات. بالطبيعه يحكيوا على فوائد التخسيس، ضحايا التحالف مع النهضه اللي بعده تصويره فيها 3 قبورات فيها المؤتمر التكتل والنداء، زعما شكون اللي بعده باش يتحالف مع حركة النهضة، عاجل ظهور شقوق في المقعد الوحيد الذي تحصل عليه نداء تونس. فما شكون قال هاو من توا البرلمان الجديد لازم قناة تلفزية وحده اتصرفوا سينو تعاقدوا مع نتفليكس يا خويا الفرجة مضمونة. توانسة في فرنسا صوت المخلوف ها 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 خايفين لجي يحتلها. ذوما كيكة في الاخر باش كامل قريبا في المجلس الغنوشي. عبير موسي عندك دقيقتين تفضل. عبير شكرا سيد الرئيس، هذه زعما نشوفوها ولا لا؟ هذه نشوفوها ولا لا؟ ويت اند سي. واللي يعيش ياما يشوف.